تتمتع فريم الفرقاطة متعددة المهام بقوة نارية لا مثيل لها، تعد الأقوى في البحرية الفرنسية. السفينة الفرنسية تعد واحدة من أكثر السفن تطوراً. التكنولوجيا المستخدمة فيها من أفضل ما تم التوصل إليه في عالمنا اليوم. ستشاهدون كيف تم تصميمها من قبل المهندسين المعماريين، وكيف تم تركيب قطعها في حوض بناء السفن على مدى 4 سنوات. قطع متناهية الصغر علينا تجميعها بوقت قياسي. وستعرفون لما لا يستطيع أي شيء الاختباء من الباخرة التي تتمتع بأنظمة مراقبة إلكترونية قوية. هذه الباخرة كابوس للغواصات. ما هي التحديات التكنولوجية التي كانت الدافع وراء بناء هذه الباخرة الخفية؟ تزن 6000 طن، رغم ذلك ترصدها الرادارات كزورق يزن بضع مئات من الأطنان فقط. وأخيراً ستشاهدون وتتعرفون على أحدث الأسلحة على متنها وكيف يستخدمها أمهر البحارة حول العالم. يمكن لهذه الأسلحة العمل فوق الماء وتحته أو في الهواء وعلى اليابسة مع القوات الخاصة. تطلب بناء هذا الحصن البالغ طوله 142 متراً في لوريان أكثر من 10 سنوات. فرقاطة فريم تحفة تكنولوجية تحمي فرنسا من جميع أعدائها. تمتلك فرنسا إقليماً بحرياً أكبر مما لدى الولايات المتحدة وأستراليا، وتمتلك أسطولاً حربياً قوياً لحماية مساحة تبلغ نحو 12 مليون كيلومتر مربع. تجوب البحرية الفرنسية التي تتضمن 120 مركباً و10,000 رجل وامرأة الشريط الساحلي والمواقع الاستراتيجية. طلبت فرنسا 8 فرقاطات من طراز فريم لتضيفها لقوتها العسكرية. تعني كلمة فريم فرقاطة متعددة المهام. تحمي هذه الفرقاطات الضخمة حاملات الطائرات وحاملات المروحيات وترافق الغواصات النووية. إنها أول سفينة حربية أوروبية تحمل صواريخ كروز، مهددة بهذا أهدافاً أرضية تبعد 1000 كيلومتر عن الساحل. لقد تم توظيف أفضل المهندسين لصنع جوهرة الهندسة البحرية هذه. أنشئ حوض بناء السفن في لوريان في بداية القرن 17، وتناقلت الأجيال خبرة ما يقارب 400 عام. اليوم أصبحت نافال جروب تمتلك أحدث البنى التحتية. مساحة الموقع 188,000 متر مربع، يحضر إلى هنا يومياً أكثر من 3,000 شخص للعمل. باخرة من طراز فريم مثل التي خلفي يستغرق بناؤها من 3.5 أعوام ل4 أعوام. نمتلك طرقاً لصنع سفن يصل وزنها إلى 8,000 طن، وصنع عدد من السفن التي يبلغ وزنها 6,000 طن في الوقت ذاته. في هذا المكان المميز يتم بناء 3 سفن، وذلك في الوقت نفسه. لكن أولاً كان يجب تصميم باخرة المستقبل هذه، وإن عملية التصميم وحدها استغرقت جهداً من المهندسين لمدة 2 من الزمن. لقد تضمنت عملية التصميم تصميم الأنظمة وصولاً إلى أدق التفاصيل، وتم بعدها تقسيم الأنظمة إلى أجزاء لكي يتم صنعها بشكل منفصل من قبل عدة مجموعات مختلفة. تطلب العمل تصميم وتركيب مئات الكيلومترات من الكابلات ومئات الآلاف من القطع، والتنسيق بين 10 المهندسين والتقنيين أثناء تصميمهم الأنظمة والمرافق المتنوعة. حلت الحواسيب مكان مراسم المهندسين منذ زمن طويل. تكمن ميزات الحواسيب في القدرة على فحص السفينة قبل بنائها باستخدام الواقع الافتراضي. ها نحن الآن داخل هذه السفينة. المقاييس هنا حقيقية على الرغم من عدم وجود السفينة، ويمكننا التنقل داخلها والتعامل مع كامل أنظمة هذه السفينة. من الهام بالنسبة إلى قبطان مثلاً أن يقدر على العمل في بيئة يستطيع فيها أن يرى كل المعدات والمعلومات التي ربما يحتاج إليها
وإنه من الهام أن يرى أيضاً مقدمة السفينة ليعرف الوجهة التي تتجه إليها ويتوقع جميع المواقف. يمكننا الواقع الافتراضي من تعديل السفينة أثناء مرحلة التصميم لتلبية المتطلبات التشغيلية. كانت هناك حاجة لرؤية مؤخرة السفينة، وحاجة أيضاً إلى رؤية عملية هامة أخرى، ألا وهي عملية إنزال ورفع تلك القوارب المطاطية الموجودة على جانبي السفينة. أدى هذا إلى إضافة هذه الأجنحة إلى التصميم، وهذا يمكن تنفيذه على النموذج الرقمي بسهولة بدلاً من فعل ذلك أثناء بناء السفينة. تتعلق هذه التعديلات أيضاً بقابلية العيش. أعيد تشكيل أسلوب حياة البحارة للتمكن من إسكانهم وإطعامهم خلال مهام تستغرق شهوراً عدة. يجب ألا يحتاج الطاقم المؤلف من رجال ونساء أعمارهم بين 18 و50 لأي شيء. الفرقاطة متعددة المهام أشبه بقرية في البحر، يحتاج الطاقم للدعم والتحفيز، ويشكل الطعام جزءاً من هذا. نأخذ أطناناً من الطعام وأطناناً من الماء وآلاف قطع التبديل لنضمن اعتمادنا على أنفسنا بشكل كامل وسط البحر. يضاف لهذا أكثر من 600,000 لتر من الوقود وذخيرة للأسلحة المتعددة. خضع كل بحار لتدريب مكثف ويعرف كل زاوية من زوايا هذه المتاهة التكنولوجية ذات الأبعاد المثلى. تزن 6,000 طن وطولها 140 متراً. يدير السفينة طاقم مكون من 123 شخصاً فقط، في حين أنه كان يبلغ عدد أفراد طواقم السفن الأخرى المشابهة 250 بحاراً. عند وجود 250 بحاراً يصبح للمدمرة طاقمان وتكون قادرة على البقاء في البحر ضعف المدة بسفينة واحدة، وهذا التحسين الجيد يتطلب تخصصاً عميقاً. يغطي الطاقم نحو 54 اختصاصاً تتوزع على 15 وظيفة تشمل استخدام الأسلحة والملاحة، إضافة للمهام اليومية والمهام الإدارية وإدارة الدفع وتوليد الكهرباء والملاحة. عند الصفر الطاقم منوع للغاية، وهو قادر على التجمع بسرعة عند إجراء المناورات المعقدة. إلى أماكنكم. مروحة المرفأ الرقم 270. تحتوي الفرقاطة على أحدث أنظمة الأوامر الرقمية، ما يعطيها تفاعلية وقدرة لا مثيل لهما على المناورة في البحر. تم اختيار كل الأسلحة التي على متنها لصنع سفينة ذات قوة نارية مدهشة. يوجد عند الجناحين الأماميين مدفعان من عيار 12.7 مليمترات للحماية القريبة، وفي المؤخرة مدفعان من عيار 20 مليمتراً يعملان بالتحكم من بعد لتحديد الأهداف والإطلاق في الليل والنهار. على الجسر الأمامي يوجد مدفع من عيار 76 مليمتراً يبلغ مداه 15 كيلومتراً بمقدوره إصابة الأهداف البرية والبحرية والجوية. يوجد 8 صواريخ من طراز إكزوست يمكنها إصابة أهداف تبعد أكثر من 180 كيلومتراً، وهي المسافة نفسها بين باريس ودوفيل. و16 صاروخاً مضاداً للطائرات من طراز أستير سرعتها أكثر من 4,000 كيلومتر بالساعة. للتصدي للغواصات توجد قاذفتا توربيدات على كل جانب، وكما يمكن أيضاً إطلاق توربيدات الـMU-90 من مروحيات كايمون. وبهذا تكمل مضادات الطائرات والغواصات الترسانة الدفاعية للسفينة، كما تحمل الفرقاطة 16 صاروخاً من طراز كروز لضرب الأهداف البرية على مسافة أكثر من 1,000 كيلومتر من الساحل. بصفة قبطان السفينة أستطيع استخدام كل الأسلحة على متنها ما عدا صواريخ كروز البحرية باعتبارها أسلحة استراتيجية، إذ يتم اتخاذ القرار باستخدامها من أعلى مستوى. إن الهدف من حمل صواريخ كروز على متن الفرقاطة في البحر هو الحفاظ على الضغط السياسي على المدى الطويل. رغم حجم السفن الحربية الحديثة، يهدف البحارة لشيء واحد فقط، ألا وهو التكتم. في وسط البحر يصبح الضجيج هو العدو. وجود 143 بحاراً يصدر ضجة كبيرة. تعد الآلات المصدر الأساسي للضجيج.
توضع الأشياء ذات الضجيج عادة على مضادات صدمات لامتصاص الاهتزازات التي تقوم بإصدارها، وبهذا لا تصل الاهتزازات لهيكل السفينة ولا يصبح كصندوق الصوت يصدر أصواتا عالية وأمواجا صوتية قد تكشف موقعنا. لتوليد الكهرباء تمتلك الفرقاطة 4 محولات تزن نحو 12 طنا ونصف الطن، قادرة على توليد 10 ميجاوات، وهي كمية كافية لإنارة مدينة يقطنها 4000 من السكان. مجدداً، كل شيء مصمم لتقليل الضجيج. بهذا النوع من السفن تكون المحركات والمحولات معزولة في صناديق مقفلة للتقليل من حجم الصوت المنبعث خارجاً. هذا مفيد أيضاً للسلامة. في حال نشوب حريق في المحرك يمكن بكل بساطة إطفاؤه داخل الصندوق. تسمح كمية الكهرباء هذه بتشغيل ابتكار آخر وهو المحركات الكهربائية، وهي مصدر أساسي للدفع، وهي تحرك عنفتين بشفرات ثابتة. في هذه المحركات يستخدم نظام نقل الحركة مغانطة قادرة على الحركة في كلا الاتجاهين والتحرك إلى الأمام أو الخلف باستخدام عصا للتحكم فقط. لا تصدر هذه المحركات ضجيجاً كبيراً، فهي تحتاج إلى الطاقة فقط لكي تدور، وبهذا لا يوجد مصدر جديد للضجيج، وهذا أمر جيد ومطلوب في العمليات التكتيكية التي يتطلب إنجازها السرية والصمت. لتقليل البصمة الصوتية والضجيج، تدور العنفات بشكل متقارب موجهة الضجيج نحو الداخل بدلاً من إصداره للخارج، ما يحافظ على الصمت بشكل أكبر. في مقدمة القارب حجرة قادرة على الالتفاف 360 درجة ويمكنها الامتداد من الهيكل. هذه الحجرة هي محرك كهربائي يعزز المرونة والقدرة على المناورة. وجودها يسمح للسفينة بالالتفاف في مكانها، وهو أمر مفيد في المرافق، وهو أيضاً محرك احتياطي في حال تعطل النظام الأساسي. لهذه المحركات طاقة محدودة يمكنها الوصول لسرعة 30 كيلومترا بالساعة، وللوصول للسرعة القصوى وهي 50 كيلومترا بالساعة تمتلك الفرقاطة ما يسمى تاج، أي عنفة غازية. طورت من العنفات الغازية لطائرة إيرباص A330، وهي قوية جداً إذ تصل قوتها إلى 45 ألف حصان، ما يسمح للسفينة بالتحرك بسرعة كبرى. هذه السرعة مفيدة جداً عند مطاردة الغواصات. عندما نشك في وجود أي غواصة في مكان بعيد، نستطيع استعمال العنفة الغازية للاقتراب بسرعة، وبعدها نستخدم المحرك الكهربائي للحفاظ على الهدوء وتتبع الغواصة. تخفيض مستويات الضجيج مفيد ضد الغواصات، لكن من الممكن رؤية السفن على سطح البحر. لقد أعاد المهندسون تصميم هيكل الفرقاطة فريم بشكل كامل لجعله خفياً. هذه السفينة خفية تحت الماء وخارجه أيضاً. بسبب طولها البالغ 142 متراً وارتفاعها البالغ 40 متراً فوق سطح البحر، يمكن رؤية المدمرة بسهولة. لكن على مسافة عشرات الكيلومترات في المحيط الواسع أو أثناء الليل، وحدها الرادارات من تستطيع رصدها. الرادار هو جهاز استقبال يبث أمواجاً كهرومغناطيسية. ترتد هذه الأمواج عن الأسطح وتعود كاشفة بذلك جسم السفينة. عندما نرسل الأمواج نحو سطح عمودي، تعود هذه الأمواج باتجاه واحد، ما يعطي إشارة قوية يمكن التقاطها من بعيد. لتخفيض إشارة الرادار، يتوجب جعل الأسطح منحنية، وبهذا تنتشر هذه الأمواج في كل الاتجاهات. كما ترى، هيكل السفينة محدب بالكامل، وباب الحماية أملس تماماً. لا يوجد أي بقع خشنة، وبهذا تنعكس موجات الرادار في اتجاهات أخرى، ولا تعود إلى المرسل من حيث انطلقت، وهذا يجعلها خفية عن الأعداء ويصعب التقاطها على شاشات الرادار. هذا يجعل الفرقاطة متعددة المهام من أكثر السفن الحربية في العالم قدرة على التخفي. إنها سفينة يبلغ وزنها 6000 طن، وتظهر على رادارات العدو كسفينة تزن بضع مئات من الأطنان. عندما صمم الهيكل بدأ سباق ماراثون مدته 4 أعوام، بدءاً من قص أول جزء من السفينة
وحتى دخولها في الخدمة في البحرية. نحن في منطقة الإنتاج حيث تتحول الأمور من الواقع الافتراضي إلى حقيقة. أنا على صفائح معدنية، وتلك التي ورائي هي التي ستقص أولاً. هذا هو مولد الفرقاطة فريم. سنقص عدة أجزاء ونعلم كل واحدة منها. إنها أحجية عملاقة مكونة من قطع متناهية الصغر، سنجمعها بوقت قياسي. توجد 5 ملايين قطعة على الحاسوب. تقوم الآلات بصنع معظمها، ولكن بعض الأجزاء المعقدة جداً تقص يدوياً. هناك أجزاء معقدة نسبياً في الفولاذ لا تستطيع الآلات التعامل معها. نسخن الفولاذ ونطرقه حتى يأخذ الشكل الصحيح له. يستلزم الحصول على خبرة المشكل من 10 إلى 12 سنة. إن هذا العمل هو حرفة يدوية. لهذا السبب تتم تسميتهم بالنجارين، حرفيون ماهرون يعملون بالخشب والفولاذ معاً. يتم تلحيم 2000 طن من الفولاذ السميك من أجل الهيكل في عنبر بناء آخر. يتم تجميع المعدن عن طريق عملية هامة جداً. بالنسبة إلي، هذه العملية يطلق عليها اللحام. في وسط البحر وفي الطقس السيء، يتعرض الهيكل لقوة عظيمة، لهذا يتطلب اللحام عناية خاصة. بعد إنهاء لحام كل قطعة، يتم التحقق منها بالصور الشعاعية، وبعد هذا يتم تجميع القطع الملحومة بعضها مع بعض. عندما نقوم ببناء منزل ما، نضع طابقاً فوق طابق فوق طابق. هنا نفعل الأمر عينه. تتطلب التعديلات دقة كبيرة. عندما تلحم العناصر، يتم تخزينها وتهيئتها في مكان آخر. المدمرة هي لعبة تركيب ميكانو كبيرة مفككة لشرائح. 60 قسماً ثانوياً تزن أطناناً عدة، يتم جمعها في عنبر بناء آخر تعرف باسم الشكل البنائي. عملية اليوم تتضمن وضع الحلقة رقم 9 التي تزن أكثر من 100 طن بين الحلقتين رقم 8 و10. إنها آخر قطعة يتم تركيبها بالشكل البنائي. تستغرق المناورة 2 يوماً بالإضافة إلى أسابيع عدة من اللحام. تحريك قطع كهذه عملية حساسة جداً، فهي تتطلب العديد من الفرق وتتطلب دقة لا متناهية. سوف يقومون بوضعها على طول المحور، يريدونها أن تكون أقرب بعشرة سنتيمترات إلى الحلقة 8. المشكلة الأساسية هي موازنة الدقة مع وزنها، فهذا ليس سهلاً أبداً. إن ارتفاعها يبلغ نحو 15 متراً، ويتوجب علينا تعديلها ضمن حدود 4 مليمترات من الجسر الأعلى إلى أدنى قطعة. إن هذا عمل شاق. هل أنتم مستعدون؟ أجل مستعدون. بعد أقل من 2 سنين، سيمخر هذا العملاق الفولاذي الماء. مثل الفرقاطة بروتان، التي تعمل حساساتها طوال 24 ساعة. هل الإشارة هنا؟ أجل أراها هنا. لا تتوقف هذه السفينة عن العمل ولا يمكننا إيقافها. كل المعدات قيد التشغيل، ففي المنزل تعمل ثلاجتكم طوال الوقت، وهنا الأمر نفسه أيضاً. لا تتوقف أنظمة مراقبة الحريق لوجود الديزل والذخيرة بشكل مستمر على متن هذه السفينة. تعمل السفينة على مدار 24 ساعة، حتى عندما ترسو لا تتوقف. مراقبة المعدات على متن السفينة أمر ضروري، لكن فريم تلقي انتباهها على ما يحدث خارجاً أيضاً. من خلال حساساتها المتعددة تراقب وتنصت للبحار والهواء، وبالطبع تحت الماء أيضاً. إن كل ما يحدث في محيطها
سواء من قريب أم من بعيد يتم تحليله بالتفصيل. يدور رادار هيراكليس 60 مرة في الدقيقة الواحدة ويرصد الأفق المحيط كله. يغطي مساحة نصف قطرها 80 كيلومتراً في البحر و 250 كيلومتراً في الجو، وبإمكانه إيجاد وتتبع أكثر من 40 هدفاً معاً مع توجيه الصواريخ التي تطلقها السفينة نظيره. رادار أرتميس يكشف ويصور كل شيء حول السفينة ويعمل نهاراً وليلاً. من المقاتلات الحربية للقوارب النفاثة تتابع حساساته ذات الأشعة تحت الحمراء وتصنف الأخطار المحتملة، وفوقه على الصاري تعترض الحساسات جميع الاتصالات. يمكن للأنظمة الإلكترونية المنتشرة على السفينة تشويش وتعطيل العديد من الرادارات المعادية قاطعة اتصالاتها على مسافة كيلومترات عدة. تحت الماء يوجد جهاز سونار مثبت في المقدمة يمكنه الكشف عن الألغام والغواصات وحتى الحيتان، وفي المؤخرة جهاز سونار يمكن إنزاله حتى عمق 350 متراً لتعقب الغواصات. لزيادة الاستشعار عبر المسافات الطويلة يمكن للمروحية على متن السفينة وضع جهاز سونار في الماء على مسافة عدة كيلومترات، وبهذا تزيد من مساحة المراقبة فيها. تتم معالجة معلومات المراقبة في مركز العمليات الذي يدعى أوسي، وهو منطقة مغلقة ومحمية من الإشعاعات الكهرومغناطيسية. الآن نحن هنا في مركز العمليات الأساسي للسفينة، حيث يتم جمع كل المعلومات الخارجية معاً وتلخيصها. هذه المنطقة عالية الحماية قد تتسع لعشرين بحاراً مختصاً لتحليل معلومات ضخمة كهوية الطائرات والمراكب ووجهتها وحمولتها. تحتفظ بهذه المعلومات منظمات الطيران المدني والبحرية التجارية والرحلات الترفيهية ومصادر من الجيش وأجهزة استخباراتية مثل حلف شمال الأطلسي. هذا يعني معرفتنا الدائمة للبيئة المحيطة وقدرتنا على تمييز النشاطات اليومية العادية مثل التجارة والصيد لكي نتمكن من الكشف عن الأحداث غير العادية التي تتطلب تحليلاً خاصاً وفعلاً محدداً محتملاً. يعرض الوضع التكتيكي على 15 موقعاً بكل منها ثلاث شاشات يمكنها السيطرة على كل أنظمة أسلحة السفينة. الهدوء مطلوب هنا. تتصل المشغلات بعضها مع بعض عن طريق هواتف داخلية ويمكن من خلالها الحديث من دون أي صراخ أو انفعال. تشعرون بالتناقض حال دخولكم إلى مركز العمليات، فهو كخلية نحل نشيطة لكن بصمت. لا أستطيع أن أفعل شيئاً أبداً. بالعودة إلى لوريان حيث يتزايد التركيز خلال المراحل الأخيرة قبل التعويم. كانت لدينا عملية كبيرة اليوم وهي تثبيت الكتلة التاسعة، هل جرت بخير؟ أجل. كان أمراً خطيراً لكنه رائع. بعد التعويم سنقوم بإغلاق الفتحة، سيكون علينا الانتهاء من هذا ومن ثم سيكون لدينا هيكل، وعندها يمكننا الشعور بالسعادة. تقوم ستيفاني بإدارة السفينة المستقبلية. إنها كالقبطان، وهذا عمل كبير يتطلب منها معرفة بكل قطعة ومهمة وكل بند في جدول الأعمال. يوجد الكثير من المهن المختلفة هنا. حالياً يعمل نحو 300 شخص على متن السفينة، أحياناً يصل العدد إلى 400 في فترات نشاط القصوى. هناك 22 كيلومتراً من الأنابيب يجب أن تلحم، وأربعة كيلومترات ونصف من أنابيب التهوية، وأكثر من 320 كيلومتراً من الأسلاك يجب مدها لتتصل المعدات معاً. يجب أن تلحم الحلقة 9 التي وضعت قبل أيام مع بقية الحلقات. لصف الجزئين اللذين يزن كل منهما أكثر من 100 طن تستخدم مئات الأوتاد القابلة للتعديل. نحن هنا حيث يلتقي القسم 4 مع القسم 3، وكما تشاهدون يقوم عامل لحام بتهيئة المفصل، ومن أجل ضمان تركيب الجسور بشكل صحيح يضع النجارون واللحامون أضلع تقوية لكي تساعدهم على تعديل الوضعية قبل اللحام. هذه المنطقة لم يمض على إنجازها وقت طويل، لذا ما زال بإمكانكم أن تشعروا بالحرارة. عند الانتهاء من لحمها وتلميعها وفحصها
سيصبح الهيكل معزولا. سينتهي العمل على الهيكل، وبعد ذلك يمكن للسفينة ملامسة العنصر الذي ستعيش فيه، وهو الماء. ستصبح الفرقاطة جاهزة لمواجهة عدو غير مرئي. في البحر العدو غير المرئي هو الغواصات، وقد تم تصميم المدمرة من أجل قتال الغواصات. تعد الغواصات سلاحاً فعالاً جداً، إنها خطيرة جداً وفتاكة، يمكن لتوربيد واحد إغراق سفينة بضربة. صممت الفرقاطة متعددة المهام لمرافقة الوحدات القيمة كحاملات الطائرات ولحماية الغواصات النووية الخاصة بها. لدى فرنسا 10 غواصات، 4 منها تحمل أسلحة نووية، قوة ردع فرنسا النووية. سريتها تجعل الاعتماد عليها ممكناً. هذه الغواصات منيعة جداً ولا يمكن كشفها. يجب ألا تكشف عند مغادرتها بريست وحتى وصولها للمحيط الأطلسي. إذا كشفت هذه الغواصات من بريست فهذا يعني أنها ليست منيعة، لذا نحن نحميها لكي تبقى قوتنا النووية الرادعة يمكن الاعتماد عليها. يمكنها الغوص إلى عمق 400 متر، وبعضها قد يصل إلى عمق 1000 متر، وسرعة بعضها أعلى من 58 كيلومتراً بالساعة. هذه الآلات غامضة، وهي من أكثر الأسرار العسكرية سرية في أنحاء العالم. تصدر الغواصات ضجة، وكذلك نفعل نحن. السؤال هو، من يملك أفضل حساس لكشفها أولاً؟ مضادات الغواصات تمتد لعشرات الكيلومترات. إن اكتشفتم واحدة بعد 3000 متر، خسرتم المعركة. الهدف الأساسي هو البقاء بعيداً عن مرمى نيران الغواصات. يجب أن يتم كشفها وملاحقتها من بعيد. توجد على متنها معدات قوية لفعل ذلك. الكشف تحت الماء صعب، حيث يبلغ طولها نحو 100 متر. إيجادها في المحيط كالبحث عن إبرة داخل كومة قش، لذا تحتاج مصادر للحاق غواصة واحدة. الفرقاطة متعددة المهام فعالة بكشف الغواصات. لدينا أدوات عدة لكشف الغواصات وتحييدها. جهاز السونار بمقدمة الهيكل الذي هو جزء من السفينة، وجهاز السونار الخلفي الملحق بها. يمكننا تحديد العمق الذي نرغب في إنزاله إليه من أجل كشف أفضل. سونار كابتاس الفعال الذي يزن 32 طناً هو أحدث أداة لتعقب الغواصات. تختلف الأمواج الصوتية في الماء عن أمواج الرادار. يبدأ الصوت بالهبوط ومن ثم يصعد. تحت الماء تؤثر درجات الحرارة والملوحة والضغط في كيفية انتقال الأمواج الصوتية. المسافة بين 100 و200 متر هي منطقة الانتقال الحراري التي يصعب على الأمواج اختراقها، ما يشكل منطقة اختباء للغواصات. عند إنزال السونار ل 350 متراً، يمكن للمدمرة التغلب على هذا، ويمكن أن تزيد مدى مراقبتها لأكثر من 150 متراً. اختيار عمق السونار يجعلنا قادرين على البحث عن الغواصات في مكان اختبائها. للكشف عن الغواصات لمسافات بعيدة، تمتلك المدمرة عنصراً آخر. NH90 المحمولة على السفينة تشكل امتداداً لها. بمدى يزيد عن 320 كيلومتراً،
وسرعة قصوى تصل ل 300 كيلومتر بالساعة، تحتاج كايمن مارين 8 دقائق لتجاوز أفق الفرقاطة الذي يبعد 40 كيلو. تستغرق الباخرة بسرعتها القصوى ساعة لقطع المسافة. تمتلك NH90 جهاز سونار يوضع في الماء من قبل المروحية الحوامة، اسمه فلاش سونار، وهذا يمنحها مداً أوسع من أجل كشف الغواصات. أثناء طيراننا تنقل كل المعلومات عن أي غواصة يتم العثور عليها إلى السفينة وبالعكس. الفرقاطة ومروحية الكايمون مصممتان لتعملا معاً. إن حدث ما لا يمكن تفاديه، يوجد رد مباشر وسريع. عادة نحن نقوم بالرد عبر إطلاق النار. توربيدو MU90 ينزل. التوربيد MU90 يمكن إطلاقه من المروحية أو من قاذفات التوربيد على متن الفرقاطة. سرعته 100 كيلومتر بالساعة يعمل على الطاقة الكهربائية. متفجرات البوليمر التي تزن 33 كيلوغراماً يمكنها اختراق أي درع. نحاول تفادي الإصابة بالتوربيد لأنه فتاك للغاية، يمكنه أن يشطر السفينة لنصفين. التوربيدات المضادة للسفن تزن أكثر من 1.5 طن، أكثر ب5 مرات من المضادة للغواصات، ولها هدف مختلف. تنفجر التوربيدات تحت الهيكل مشكلة فقاعة وترفع السفينة. ترتفع السفينة ومن ثم تهبط متأثرة بثقلها وتنقسم إلى نصفين. لتجنب هذه الفرقاطة متعددة المهام، لديها مجموعة من الأشراك الإلكترونية. في الحقيقة إن مبدأ عمل هذه الأشراك الإلكترونية بسيط للغاية، فهي تقف بين التوربيد والفرقاطة متعددة المهام، وتبدأ ببث إشارة تحريضية، وثم بعد ذلك تبتعد ببطء لتقوم بجذب الخطر بعيداً عن السفينة. تستخدم التوربيدات الطاقة الكهربائية أو الحرارية، وقدرتها على التسيير الذاتي محدودة. لدى بعضها مدى فعال يصل ل50 كيلومتراً، لكن الأشراك تستنزفها. لا تعتبر التوربيدات الخطر الوحيد الذي يهدد الفرقاطة. بما أنها سفينة مرافقة، فهذا يعني أنها مكشوفة. أخذ هذا في الاعتبار منذ البداية. إنها سفينة حربية للقتال بالخطوط الأمامية. في النزاعات تكون هي أول السفن المكتشفة، لذا يجب أن تقاوم الضربات والصواريخ والأسلحة المختلفة التي قد تواجهها دون التوقف عن العمل، وأن تحافظ على السفينة والعملية وسلامة الطاقم. من أجل تحقيق هذا، تم صنع قاربين بدلاً من قارب واحد. لقد وضعنا تصميماً يحوي مركبين، الأول في المقدمة والثاني في الخلف. هذان المركبان متناظران ملاحياً وأمنياً أيضاً. كل شيء موجود بالمقدمة موجود بالمؤخرة. يوجد مولدان كهربائيان على كل جانب، وبشكل مشابه إن تدمرت المحركات الخلفية، الحجرة الأمامية تدفع المدمرة، وتوجب جعل هذين الجزئين عازلين للماء. نحن في وسط السفينة، هذه الحواجز هنا عازلة للماء. توجد هنا أبواب عازلة للماء أيضاً تغلق بهذا الشكل. هذا الأمر يسمح للسفينة بالانقسام إلى منطقتين منعزلتين تماماً كما نرى. يوجد في المقدمة والمؤخرة كل ما هو ضروري من طاقة وتهوية وطعام وما إلى ذلك، وهذا الأمر يسمح بوجود فرقتي قتال مستقلتين تماماً على متنها. هذا التناظر بين المقدمة والمؤخرة يطبق أيضاً على كل الأسلاك في الميمنة والميسرة، أو إلى اليمين واليسار. نحن هنا في الدهليز التقني للميسرة. بإمكانك أن ترى كل الأسلاك والأنابيب تمر في هذا المكان، إنها متناظرة. هناك أشباه لها أيضاً في الجانب الآخر. هذا التشكيل التقني يزيد من سلامة البحارة بشكل كبير. خلف هذا الحاجز يوجد العالم الخارجي. هذا الجزء ضعيف جداً هنا. في حال التعرض لهجوم بالصواريخ على سبيل المثال، يمكن لهذا الدهليز التقني
أن يعكس موجات الصدمة ويحمي الجهات الأخرى. هناك حاجة لكثير من الأسلاك بسبب الاستقلالية بالسفينة. كل موقع مطابق للآخر ويسمح تقريباً بالوصول إلى كل شيء مثل الملاحة والدفع والسلامة من الحريق والكاميرات. هذا أمر جديد بالنسبة للبرمجة، عمل عليه نحو 600 مهندس. يحوي نظام الاستكشاف أكثر من 20 مليون سطر من التعليمات البرمجية. تحتوي المركبة الفضائية الأمريكية 400 ألف سطر، أي أقل بخمسين مرة. تستلزم طباعتها 360 ألف صفحة، وتتطلب قراءتها عدة سنوات. تحتوي على نحو 400 غرفة، ومثل الشقة يوجد هناك قائمة جرد وبعض المخازن. إن هذا الأمر يعود إلينا من أجل دراستها وبيع سفينة مثالية. بعد الكشف تنتقل السفينة إلى الماء إلى الأبد. الأسلحة سوف تضاف أثناء وجودها عند الرصيف. بعد الفحص تستطيع الفرقاطة متعددة المهام بدء خدمة مدتها 30 سنة في البحرية. خلال هذه الفترة ستواجه عدة مواقف طارئة. عند نقل مئات الأطنان من الوقود والذخيرة، بدءاً من الذخائر الصغيرة وصولاً إلى صاروخ كروز الذي يزن طناً ونصفاً، الخطر الأول لا يأتي من الماء، بل من النار. في كل منطقة من السفينة، في كل غرفة وكل زاوية، توجد معدات إطفاء حريق من أجل التدخل السريع. هناك محذوران، الأول: مجموعة متنوعة من الحساسات تقوم بتحليل كامل السفينة، كما تم تصميم الزي بشكل خاص لتسهيل الحركة بالأماكن الضيقة. كلنا هنا رجال إطفاء. الزي هو عبارة عن ملابس واقية بسيطة، إنه ما أرتديه الآن، بالإضافة إلى قبعة قطنية وقفازين قطنيين وقناع. هذا ما نرتديه طوال 24 ساعة بالبحر. كل شخص يعرف عمله، ويتم التدرب على المهارات على مدار العام. عندما يتعامل رجال الإطفاء مع الحريق، قد ينتهي بهم المطاف وحدهم من دون القدرة على رؤية الآخرين. وهذا موقف يسبب توتراً أكبر بكثير من تسرب المياه للسفينة. سوف نحرك الضغط الزائد خلال تلك الغرفة، ثم نحرره هناك، واضح؟ الظلام والدخان ونقص الأكسجين يتطلب الهدوء والخبرة. علينا الحذر، وربما علينا التراجع. في الحقيقة لا يسعنا البقاء إن انتشر الدخان إلى غرف متعددة. نتراجع بينما ينتشر الدخان. الحريق هو أكبر خطر بالنسبة للسفينة. الرجل المصاب يوجد في أسفل القسم المركزي. بالنسبة للإصابات، يوجد مركز فيه طبيب وممرضة قادران على إجراء عمليات بسيطة، ويمكن للحوامة أن تقوم بإخلاء الإصابات الخطيرة. يتم عادة تدريبنا على حوادث الحريق والغرق، لذا نحن نمتلك المهارات للتعامل مع هذه المواقف. لحسن الحظ، هذا مجرد تدريب على المخاطر في السفينة. هناك مخاطر خارجية أيضاً. الطائرات المقاتلة تشكل تهديداً سريعاً ودقيقاً، لذا يجب رصدها من بعيد. لتقوم السفينة بحماية نفسها، يتم تزويدها برادار متعدد الاستعمالات يمتلك رؤية ثلاثية الأبعاد، ليس فقط للموقع بل أيضاً لارتفاع الطائرات المحيطة بها. تستخدم الفرقاطة للدفاع تسجيلات فيديو تغطي نحو 360 درجة حول الفرقاطة، وهي فعالة جداً بالليل والنهار. سرعة الطائرة النفاثة أكثر من 2000 كيلومتر بالساعة، أي 550 متراً بالدقيقة. تستغرق 7 دقائق للتحليق فوق الفرقاطة بدءاً من دخولها نطاق الرادار البالغ 250 كيلومتراً. هنا غرفة المراقبة، لقد التقط الرادار طائرة تقترب بسرعة كبيرة، حول.
الخطر الأساسي هو الصواريخ المضادة للسفن التي يمكن للطائرات إطلاقها. إلى كل الوحدات، تحذير من صواريخ أزمة 330. رأينا 330 ولكنه ثابت. تم تفعيل البرج. قد ينتج عن اصطدام الصاروخ حريق يدمر ذلك القسم من السفينة، ومن الممكن أن يسبب الاصطدام ضرراً كبيراً. لدينا مجموعة متنوعة من الأسلحة، وبإمكاننا الدفاع عن أنفسنا ضد أي خطر محتمل. ها هو، أنا أراه، إنه يقترب. يمكن استعمال أي وسيلة لصد الهجوم، كرشاش عيار 12 مليمتراً فاصل 7، وما يثير العجب مدفع من عيار 76 مليمتراً بإمكانه إطلاق 120 قذيفة بالدقيقة، وتنثر قذيفته الشظايا عند انفجارها. إنه فعال ومثالي للاستخدام ضد الطائرات. لستم بحاجة لإصابة الهدف، يكفي مروره ضمن مدى 10 أمتار من الهدف فينفجر. تشكل كمية القذائف الكبيرة ستاراً من الكرات يمكنه أن يضر الصاروخ أو يدمر الطائرة. أما في قتال الغواصات فهناك الأشراك التي تشتت أنظمة توجيه الصاروخ. تفعيل نظام آستير، حول. أطلقي النار، هيا. لديها صواريخ مضادة للطائرات من طراز أستير، يمكنها أن تدمر صواريخ العدو وطائراته. تمت دراسة الأخطار التقليدية كالسفن الحربية والطائرات المحاربة والغواصات منذ الحرب العالمية الثانية. منذ ذلك الوقت ظهرت أخطار جديدة. تغيرت خطورة الأعمال الإرهابية، حيث يفضل الإرهابيون أفعالاً مثل تفخيخ القوارب المطاطية ذات الهيكل القاسي بالمتفجرات. تعطي الحساسات المحيطة بالفرقاطة متعددة المهام معلومات من مسافة وحجم وسرعة كل المراكب ضمن محيطها كما في هذا التدريب. هناك زورق يتجه نحو المدرسة. قم بمراقبة كل جهات الأفق. يتنبه الطاقم للأخطار التي تشكلها الطائرات المسيرة والقوارب الصغيرة عندما نكون قرب الساحل. نحن نأخذ هذه المخاطر على محمل الجد ونستطيع الرد عليها خلال دقيقة. قارب مجهول الهوية. يتم اتباع بروتوكول صارم لتلافي الخطأ. علي اتخاذ إجراءات مضادة. أطلب أن أغادر مكاني. لا، مرفوض، ابقى مكانك. نحن نستخدم عادة من أجل التحذير مكبرات الصوت ومشاعل الإغاثة، وذلك لتحذير الخطر من الاقتراب. إنه قادم. غير اتجاهك أو سوف أطلق النار. غير اتجاهك أو سوف أطلق النار. حول. لا تطلق النار. بالطبع في البداية نحاول عدم إطلاق النار لأننا لا نعرف نيتهم. نحاول في البداية ثنيهم فقط. لا جواب على التحذير الثاني. علم. تغيير في الاتجاه. نحو التحذير الثالث، سنطلق الرصاص التحذيري، إنه معاد. تحذير عند الميمنة، تحذير عند الميمنة، فليأخذ الطاقم مواقعه. تم إطلاق نيران تحذيرية. إن لم يجدي الثني والتنبيه نرفع من حدة ردنا، ثم إن لم يكن أمامنا أي خيار نشتبك مع التهديد. لم أعد أراه. أطلق النار لإبعاد الخطر. الرادار الخلفي. يمكن لسلاح 20 مليمترا التعامل مع التهديد لأنه دقيق جدا ليتم إبعاد الخطر عن السفينة بسرعة. تم تحييد الهدف. علم تحييد الهدف. انتهى التحذير. نهاية التدريبات. دائم الحذر والاستعداد هي بعض شعارات البحرية الفرنسية. بأوقات السلام ينشط البحارة أيضاً، إذ يؤدون مهام الخدمة العامة مثل حماية البحر ومهام الإنقاذ ومكافحة القرصنة
والتلوث والتهريب. من أجل الإنقاذ يستخدمون المروحية كيمون. يتراوح وزن المروحية بين 7 و10 أطنان حسب حمولتها. يستغرق إطلاقها نحو نصف ساعة. إنها أحدث المروحيات. مواصفاتها معيارية تسمح لها بالقيام بمجموعة من المهام. يمكن أن تتسع لتسع حمالات طبية. تتكرر عمليات الإنقاذ البحري. عملية الرفع عملية دقيقة. أكبر المصاعب هي البقاء فوق السفينة دائمة الحركة ورفع الحمالة بسلام وأمان إلى المروحية. يصبح الطيران صعباً جداً عندما تنخفض الرؤية في الليل مثلاً. السبب أن المدمرة تظهر صغيرة في المحيط. يبلغ طول كيمن نحو 20 متراً، أي بطول حافلتين. تتراوح مساحة السطح الذي نحط عليه بين 30 ل20 متراً، وكونه بالبحر فهو يتحرك. قد نضطر إلى الهبوط ضمن ظروف جوية سيئة كالضباب والعواصف، وهذا يتطلب التدريب والتمرينات اليومية. عندما تكون منطقة هبوطكم متحركة، قد تضطرون للقيام ببضع محاولات. لهذا طيار المروحيات في البحرية من أمهر الطيارين. إحدى أهم ميزات الفرقاطة متعددة المهام قدرتها على إرسال قوات المغاوير. إنهم أشداء وقادرون على محاربة القرصنة أو القيام بمهام خاصة على البر حتى. تغطي المحيطات 70% من سطح الأرض، وتمر عبرها 90% من البضائع المهربة. تبحر أكثر من 50,000 سفينة ناقلة أكثر من 10 مليارات طن من الغذاء سنوياً. إنه غريب، يبدو كطريق عصابة. حتى ضمن المياه الدولية، تستطيع البحرية الفرنسية التحقق إن كان العلم والحمولة والطاقم قانونيين. هذا النوع من المهام مناسب للفرقاطة. يمكن أن يطلب منا تغيير مسارنا للتحقق من علم السفينة. ليس متعاوناً بشأن نزع ألواح الطاقة الشمسية. إنه الوحيد هناك، ويرفض الأربعة الباقون إظهار أوراقهم. في حال وجود مقاومة، يستطيع القبطان استخدام خطط التخويف. لنحذرهم على مسافة 350 متراً. لإيقاف السفينة الممانعة ولنظهر لهم تصميمنا، نطلق النار أمام مقدم الزورق، وفي العادة يتوقفون. تحلق المروحية مرة أخرى من أجل ردع السفينة. في البداية كان مقاوماً ورفض الاستجابة، لكنه الآن يسمح لنا بالصعود للسفينة. عليكم الحذر. يتم التهريب بشكل أساسي عبر البحر. أكثر من 1/3 مصادرات الممنوعات تتم من المراكب، ونسبة تجارة السلاح أكبر. نحو 10 أفراد مسلحين ومدربين يصعدون على متن السفينة لتفتيشها. تبدأ زيارة السفينة عادة بالتحقق من تصاريح الإبحار وقائمة الطاقم الموجود. بعدها يبدأ تفتيش أكثر دقة في حال تطلب الأمر. أحضر لي القائمة. حاضر. ما رأيك؟ ليس لديكم أي تصريح للإبحار أو الملاحة. حسناً يا واتسون، تابع عملك ريثما يتم إكمال الانحراف. هل سمعت ذلك واتسون؟ العام الماضي ضبطت 8 أطنان من الممنوعات في المحيط الهندي. نحاول جمع ما نستطيع من إثباتات للحصول على دليل ملموس.
قد نجد أسلحة أو ممنوعات أو مسافرين متخفين. نجمع الطاقم في جهة ونحصر ما وجدناه في الجهة الأخرى، وبعد ذلك نعيد توجيه السفينة. عام 2016 صادرت الفرقاطة بروفونز مئات البنادق والصواريخ المضادة للدبابات عند الصومال، كانت مخبأة تحت شباك الصيد. في كل عام يتم تفتيش عشرات السفن حول العالم. لم تشهد فرنسا خلال تاريخها فترة سلام طويلة كهذه الفترة، يعود الفضل في ذلك إلى القوة الرادعة لجيشها. القوة البحرية الفرنسية دائماً مستعدة، كما يعود أيضاً إلى عتادها دائم التطور وإلى الفرقاطة فريم متعددة المهام التي تعتبر جوهرتها الحالية. الفرقاطات المتعددة المهام هي ثمرة 400 سنة من البحث والتطوير. اليوم إنها تقوم بحماية مصالح القوة البحرية الرابعة في العالم، فرنسا.